انه اليوم عشنا نهار جميل كثير من جمالات زيارتنا، بدي اشكر دكتور احمد على حضوره معنا، على المرافقة اللي كان فيها، على الشرح المسهم اللي شرح لنا اياه، مش بس شرح تاريخي لكن شرح لاهوتي، شرح كتابي، شرح روحي. فكرنا حالنا قدام شي اسقف ماروني موجود بالمنطقة عم بشرح. بدي هنيك بهذه المعرفة، بهنيك بهذه الروح الحلوة اللي فيها بتستقبل الزوار. يبدو انه مع الكل هيك، انت مش بس معنا. أنا يزيدك معرفة ومنحيي كمان شقيقك الأكبر اللي خليها العائلة اللطيفة. نحن بدنا نتمنى لكم دائما من الأرض الطيبة الأردن يبقى نور المسيح وإشعاعه الروحي والسياحة الدينية بين عباس، يقدر اللي بيجوا إلى الأردن يرجعوا مش بس إنه